رجعتنا أكثر من 200 سنة لورا. ابتديت المهنة تقريبا عمري 7 سنين 8 سنين. صارت الأحداث هي الأخيرة خربوا لي يعني تقريبا خربوها. صلحت قدر ما بقدر بعرف مش الحالة بشتغل عليه هلا. يعني حتى بالعيد بجي نهار الجمعة بجي يعني ما عندي آلام على هالبلد على هالأمة. المهنة تقريبا وقفت ما ضل فيها حدا ما بشوف أنا. يعني حاولت أن أتعرف على حدا هيك بقيان فيها اللي بقيان يعني إذا التقى واحد أو اثنين ما بيعرفوا يسووا شيء. Thank you.